بيبدأ المسلسل سنة 1878 في مدينة سان فرانسيسكو، بوصول مجموعة من المهاجرين الصينيين عن طريق البحر، وبيقابلهم ضباط الهجرة عشان يدخلوهم البلد وبيعاملوهم بطريقة وحشة كأنهم عبيد، والضابط بيرمي المهاجر منهم الأكل على الأرض، وساعتها بيتدخل أسام وده مهاجر صيني واصل معاهم على الباخرة وبيرفض المعاملة دي، فبيتضايق الضابط منه وبيفهمه إنه مجرد لاجئ وهم أسياده ولازم يتعامل على الأساس ده، وبيضربه لكمة في وشه، فبيغضب أسام منه وبيعرفه إنه مش هيسمح إنهم يهينوه وإنه مش أقل منهم، فبيتضايق الضابط وبيتحداه إنه يقدر يحاربه، فبيثبت له أسام مهارته وبيهجم على 2 من الضباط اللي معاه وبيوقعهم على الأرض، وبعدها بيهجم على الضابط اللي بيهينه وبيضربه لكمة في وشه، فبيحاول الضابط يدافع عن نفسه ويضرب أسام، لكن أسام بيصد ضرباته وبيضربه في بطنه وبيوقعه على الأرض، وساعتها تشاو الصيني تاجر الأسلحة المشهور بيكون متابعه من بعيد وشايف مهارته في القتال، وبعدها بيتدخل تشاو وبياخده وبيفهمه إنه هيساعده ويلاقي له شغل، لكن بيتفاجئ أسام إنه بيسلمه لعصابة هوب واي وبيعرفهم إن عنده مهارات قتال عالية وهتنفعهم، وبياخد منهم فلوس وبيسيبه ويمشي، فبيعرف أسام إنه اتباع ليهم كعبد وبقى تحت سيطرتهم، خصوصا لما رئيس العصابة الأب جون بيفهمه إنه ما يقدرش يتحرك غير معاهم ولازم يسمع أوامرهم وكمان لازم ينحني ليه قبل ما يمشي من قدامه، وبيعرفوا إنهم داخلين على حرب عصابات قريب ومحتاجين كل المقاتلين اللي عندهم مهارات مختلفة زيه، وبعدها بيقابل أسام دراع الأب جون اليمين لاو تينج وبيعرفه المكان وبيطلب منه ما يزعلش الأب جون لأنه قوي جدا وأهم واحد في الحي الصيني، وكسب شهرته دي لأنه زمان حارب طقم السفينة الحربية البريطانية في حرب الأفيون لوحده وبسيف واحد، وبالليل بياخدوا لاو تينج الملهى ليلي عشان يغير جو ويتعرف على المدينة، وهناك بيسأل أسام صاحبة الملهى أتوي عن واحدة اسمها شاو شينج، فبتقول له إنها تعرف كل البنات الموجودين في المدينة ومفيش واحدة بالاسم ده، وفجأة بتهجم عصابة على المكان وبيسألوا عن الشخص اللي سأل عن شاو شينج، فبيعرفهم أسام بنفسه وبيطلبوا منه يروح معاهم لزعيمهم لونج زي، لكن أسام بيرفض وساعتها بيهجموا عليه وبيحاولوا يكتفوه عشان ياخدوه بالعافية، لكن أسام بيحاربهم بقوة رغم مهارتهم وعددهم الكبير وبيضربهم بركلات قوية وبيوقعهم على الأرض، وساعتها بيهجموا عليه بالأسلحة عشان يقتلوه، لكن أسام اتصدى للأسلحة وبيضربهم لكمات قوية لحد ما بيقعوا كلهم على الأرض وبيقدر يتغلب عليهم، وتاني يوم بتحصل جريمة قتل في الحي الصيني لاتنين من العمال الصينيين، فبيوصل الخبر للمحافظ بليك من مساعده باكلي وبيعرفوا إن ليري زعيم الحركة الشعبية في سان فرانسيسكو اللي هدفه الأساسي خروج الصينيين من البلد هو المسؤول عن الحادثة دي، فبيروحوا مع بعض الرئيس المبنى لايمون لأنه الممول لحملة بليك الانتخابية وبيحاول يرضيه بأي طريقة عشان ما يخسرش الانتخابات، فبيقرروا يعينوا فرقة من الضباط في الحي الصيني لحماية العمال اللي بيشتغلوا مع لايمون، وعلى رأسهم الضابط بيل أكفأ الضباط الموجودين في المدينة، وفي نفس الوقت بيحققوا مع الاتنين المجرمين المقبوض عليهم في الحادثة ومفيش أي شهود للقضية غير ضابط اسمه لي، ولما بيعرف ليري بيدفع فلوس للضابط بيل وبيطلب منه يتصرف ويمنعهم من الشهادة علشان هو عايز الاتنين المقبوض عليهم يخرجوا من القضية لأنه هو اللي أمرهم بالقتل، وبنعرف إن الضابط لي هو واحد من الفرقة اللي هتتعين للحماية في الحي الصيني، وبيكون مع بيل بيعرفوا المهام بتاعتهم في الحي، وبعدها بياخدوا لتشاو عشان يشتروا منه سلاح، فبيستغرب ليه لأن تشاو خارج عن القانون وبيبيع أسلحة للعصابات والمفروض إنه يتقبض عليه، لكن بيل بيفهمه إنه بيساعدهم لأن أسلحة الشرطة مستحيل تحميهم في حي كله عصابات زي الحي الصيني، وتاني يوم بيكون أسام بيتمشى في الحي مع عصابة هوب واي وبيشوف 2 من الرجال اللي ضربهم في الملهى الليلي، فبيمشي وراهم لحد ما بيوصل لبيتهم وبيراقبهم، وساعتها لاو تينج بيلحقه وبيعرفه إن ده بيت عيلة لونج زي ودي من أكبر العائلات في الحي الصيني وبينهم معاهدة سلام وما ينفعش يكسروها، وساعتها بيمشي معاه، لكن بالليل بيرجع تاني للبيت وبيقابل يانج لي ابن زعيم العصابة وبيسأله عن شاو شينج، فبيتضايق منه يانج لي وبيفهمه إنه مش مسموح له يسأل عنها، وساعتها بيهجم عليه فبيصد أسام ضرباته وبيحاول يضربه لكمة في وشه، لكن يانج لي بيتفاداها بسهولة، وساعتها بيكتشف أسام قوته في القتال وبيبدأ يستعد للمعركة شرسة وبيحاول يضربه بركلات قوية، لكن بيصدها يانج لي في كل مرة وبيهجم عليه بركلات أقوى لحد ما بيتعب أسام وبيتصاب في وشه، وفجأة بتدخل شاو شينج وبتوقفهم وبتطلب تتكلم مع أسام لوحدها، وساعتها بنعرف إنها أخت أسام وبيقول لها إنه جاي يرجعها للصين من تاني وينقذها خصوصا بعد ما مات جوزها،
فبتسأله عن أبوها، فبيعرفها إن جوزها قتله بعد ما هربت، فبتتعصب عليه وبتقوله إن ده مش ذنبها وإنها اتجوزت زمان غصب عنها عشان تحميه لأن جوزها كان عايز يقتله، فبيعرفها إنه مش ناسج منها وعشان كده جاي يرجعها، لكن هي بترفض وبتفهمه إنها مش محتاجة إنقاذ وإنها اتغيرت عن زمان وبقى ليها مكانتها في الحي الصيني لأنها مرات لونج زي أكبر مهربين الأفيون في سان فرانسيسكو. فبيضايق منها وبيحس بالإحباط لأنه قطع المسافة دي كلها علشانها وبيسيبها ويمشي. وبعدها بيروح لتشاو وبيطلب منه يسفره للصين، فبيفهمه إنه مش هيقدر يهرب لأنه بقى ملك لعصابة هوب واي ومش هيقدر يتحرك غير بإذنهم. وبالليل بنشوف شاو شينج بتتسحب من البيت وبتقابل باكلي مساعد المحافظ، وبتعرفه إن لونج زي عايز يتواصل مع الأب جون ويأكد على معاهدة السلام اللي بينهم لأنه مش عايز مشاكل، فبيأمرها تتصرف وتمنع اجتماعه معاه لأن السلام مش هيفيدهم هما الاتنين. وفي الوقت ده بتتسحب أتوي صاحبة الملهى الليلي وبنشوفها وهي متخفية، وساعتها بتقتل رجالة ليري الاتنين اللي قتلوا العمال الصينيين. وفي نفس الوقت بيكون أسام مع لاوتينج وبيهجموا على رجالة عيلة لونج زي وبيقتلوهم وبيحرقوا شحنة الأفيون اللي كانوا بينقلوها عشان يوصلوا رسالة لزعيمهم إنهم أعلنوا الحرب عليهم عشان بينافسوهم في تجارة الأفيون. وتاني يوم بيوصل للزباط بيل ولي خبر حادثة قتل رجالة ليري، وبيروحوا يحققوا في الجريمة وبيتصدموا من منظرهم، وبيستنتج ليه إن القاتل واحد لكن سيف محترف لأنه قتلهم بضربة واحدة. وبعدها بيتفاجئوا بحادثة قتل رجالة لونج زي، فبيروحوا المكان الحادثة، وقبل ما يحققوا بيجي يانج لي وباقي العصابة وبياخدوا الجثث، وبيل ما بيقدرش يرفض وبيبلغ لي ما يعترضش طريقهم لأنهم في وسط عصابات الحي الصيني وممكن يتقتلوا بكل سهولة. وفي نفس الوقت أتوي بتتكلم مع واحدة من البنات اللي بيشتغلوا عندها وبتفهمها إن جالها أخبار وعرفت إنها بتشتغل جاسوسة لعصابة لونج زي ولازم تعاقبها على نقل الكلام لأنها كانت السبب إن العصابة تهجم عليهم في المكان. وساعتها بيهجم على البنت واحد من رجالتها وبيكتفها ويقطع لها لسانها. وتاني يوم بيكون أسام مع لاوتينج في السوق وبيلفوا على التجار عشان يلموا منهم الفلوس الشهرية، وساعتها أسام بيشوف بيني مرات المحافظ بليك وهي بتتخانق مع اتنين بلطجية في الشارع وبيتهاجموا عليها علشان معاها خادم صيني، فبيتدخل وبيضربهم عشان يبعدهم عنها، لكن الضابط بيل ولي بيشوفوهم من بعيد وبيتدخلوا بسرعة، وبالغلط أسام بيضرب ليلك مقوية في وشه وبيوقعه على الأرض، فبيهجم عليه بيل وبيضربه بعصاية على راسه وبيقع على الأرض. وساعتها بيل بيقبض عليه بتهمة التعدي على مواطنين بيض وزباط شرطة، وحاولت بيني تحميه وتفهم الزباط انه كان بيدافع عنها، لكن بيرفض بيل وبياخده للسجن. وبعدها بيعرف الأب جون باللي حصل وبيحاول لاوتينج يخليه يستخدم سلطته ويطلعه، لكن جون بيرفض وبيفهمه انه تهور لما راح اتخانق في حي المواطنين البيض وان ده مش تحت سلطتهم، وكمان حادثة القتل اللي حصلت هتقلب الدنيا، فيمكن حبس أسام يهدي الشرطة عليهم. وفي الوقت ده بتكون بيني عند جوزها المحافظ بليك في المكتب وبتترجى يساعد أسام، لكن هو بيرفض وبيفهمها انه ممكن يكون هو المجرم اللي تسبب في حادثة القتل فما يقدرش يجازف بسمعته عشانه، وساعتها بتتضايق منه وبتسيبه وتمشي. لكن وهي خارجة بتقابل أبوها وبيكون جاي يفكر بليك بوعده ليه بأنه يخلي شركته المسؤولة عن تطوير السكك الحديد للمدينة، ومقابل الاتفاق ده جوزه بنته بيني، لكن ساعتها بيعرفه باكلي مساعد بليك إنهم مش مضطرين يوفوا بوعدهم وإن في شركات كتير أكفأ منه، لكن بليك بيتدخل وبيطمنه إنه أكيد هينفذ وعده بس الموضوع هياخد وقت. وفي نفس الوقت بنشوف بيني عند أسام في السجن وبتعتذر له إنه دخل السجن بسببها، وبتكتشف إنه بيتكلم إنجليزي وبتطلب منه يدافع عن نفسه ويفهمهم إنه ملوش دخل بحادثة القتل لأنهم عايزين يلفقوا له التهمة، لكن هو بيعرفها إنه حتى لو حاول مفيش فايدة لأنهم عايزين يهدوا حالة الغضب اللي في المدينة وهو اللي هيتأذي. فبتمشي وهي بتوعده إنها هتعمل اللي هتقدر عليه عشان تطلعه من السجن. وتاني يوم بتكون محاكمة أسام والنيابة ما بتقدرش تثبت إنه متهم في حادثة القتل، وساعتها القاضي بيعفيه منها، وقضية الضرب بيقدر يثبت المحامي اللي مفوضاه المحكمة للدفاع عن أسام إنها قضية دفاع عن النفس، لكن القاضي بيطلب الشاهدين اللي اتضربوا عشان يشهدوا ضده تاني يوم. وليري بيكون حاضر المحاكمة وبيقول لبيل إنه مش هيستنى حكم المحكمة، خصوصا إن القاضي متعاطف مع أسام واداله براءة في قضية القتل، وبيطلب منه إن أسام يتقتل قبل المحاكمة. وفي الليل بنشوف بيل بيدخل 3 مجرمين لزنزانة أسام وبيكونوا تبع ليري، وأول ما بيل بيمشي بيطلعوا أسلحتهم وبيهجموا على أسام وبيحاولوا يقتلوه، وساعتها أسام بيصد ضرباتهم وبيضربهم بركلات قوية وبتدور بينهم معركة شرسة بيقدر فيها أسام يتغلب عليهم هم الثلاثة برغم قوتهم والأسلحة اللي معاهم.
وبيوقعهم على الأرض مغمى عليهم، وبعدها بيجي بيل وبيتصدم من منظرهم وهم على الأرض، فبيعرفوا أسام إنه ضابط فاشل وإنه المفروض يكون مكانه في السجن لأنه بيتلاعب بالقانون. وفجأة بيتدخل ليه وبيعرف بيل إنه شافه لما كان واقف مع ليري، وعارف إنه كان قصد يدخل المجرمين زنزانة أسام وهو مش هيسكت على أسلوبه. وفي نفس الوقت بتكون شاو شينج أخت أسام عند واحد من الشهود في قضية أسام، وبتهدده إنها هتقتل حبيبته لو راح شهد في المحكمة بكرة ضد أسام. وتاني يوم بيجي معاد المحاكمة التانية والشاهدين ما بيجوش بسبب تهديد شاو شينج ليهم، فبيضطر القاضي يبرأ أسام ويفرج عنه لأن مفيش أي إثبات عليه في القضيتين. وساعتها كل اللي في المحكمة بيحس بغضب وبيكونوا عايزين يضربوه لأنهم شايفينه مجرد عبد لازم يموت. فبيحاول بليك يهددهم بخطاب شعبي وبيعرف الناس انه هيجيب لهم حقهم ويخرج الصينيين من بلدهم، وده علشان يقدر يكسبهم في صالحه عشان الانتخابات. واول ما بيخرج اسام من السجن بيقابل تشاو وبياخده في عربيته وبيعرفه ان شاو شينج هي اللي خرجته، وبعتاله رسالة بتبلغه فيها انه لازم يسيب سان فرانسيسكو فورا. لكن اسام ما بينفذش كلامها وبيروح لعصابة هوب واي من تاني، وهناك لاوتينج بيحتفل بيه وبخروجه. لكن فجأة بيوصل جون وبيعرفه انه كان غلطان لما شغله معاهم من غير تدريب، وبيضربه بعنف وبيطلب منه ما يدافعش عن نفسه وإلا هيقتله. وبعد ما بينهار اسام من الألم بيرحب بيه جون في العصابة معاهم من تاني. وبعدها وهو معاهم في الاحتفال بيجيله الخادم بتاع بني وبيديله ظرف فيه فلوس، وساعتها أسام بيمشي وراه لحد ما بيعرف عنوانها وبيروح لها وبيرجع لها الفلوس اللي بعتها له. ولما بتسأله عن السبب اللي خلاه يدافع عنها فبيعرفها انه تصرف بطبيعته وده اللي اي حد المفروض يعمله، لكن اكتشف انه غبي ودي حاجة مستحيل يكررها في مدينتهم وبيسيبها ويمشي. وبالليل بيروح ليري لواحد من الشاهدين اللي ما حضروش في المحكمة وبيحرق له بيته وبيأمره يسيب المدينة هو وعيلته فورا وإلا هيقتلهم. وفي الوقت ده بيكون الضابط بيل في ملهى ليلي ملك لعصابة خطيرة اسمها فانج هاي، وبيلعب قمار وبيتدين بمبلغ كبير، فبيهجم عليه الضابط وبنعرف انه صاحب قديم ليه لكن حاليا بيشتغل مع الصينيين وبيضربه بعصايته لحد ما بينهار من الألم وبيقع على الأرض. وبيحكي له قصة عصابة فونغ هاي وقد ايه هم اقوياء، وبيعتبروا نفسهم من سلالة جنكيز خان وما بيسمحوش لحد يضحك عليهم، وبيهددوا انه لو ما دفعش الدين اللي عليه في خلال 3 اسابيع هيقتله هو وعيلته. وتاني يوم بتهجم الشرطة على ملهى أتوي وبتقبض على كل الأسيويين الموجودين هناك عشان يهدوا المجتمع الأبيض ويأكدوا كلام المحافظ بأنهم مش هيسمحوا للصينيين بالسيطرة على بلدهم. وبيحاول بيل يقبض على أتوي ويقفل لها الملهى لكن بترشيه بفلوس كتير، وفعلا بيقبلها وبيسيبها تمشي. ولما بيشوفه ليه بيتضايق منه وبيعرفه أنه في يوم هيتسبب في القبض عليه، لكن بيل بيطلب منه ما يتدخلش في حياته عشان ما يدورش وراه ويعرف إيه اللي خلاه يسيب بلده جورجيا ويجي سان فرانسيسكو يشتغل ضابط فيها، فبيتوتر ليه وبيسكت. وفي نفس الوقت بتكون شاو شينج عند تشاو وبتطلب منه يرتب لها معاد مع جماعة فونغ هاي، لكن هو بيرفض وبيعرفها انهم عصابة خطيرة وبلاش تحتك بيهم. وساعتها بتعرض على شاو شينج فلوس كتير ولان المبلغ كبير بيوافق على طلبها، وفعلا بعدها بتقعد معاهم هي ويانج لي وبتعزمهم على الغداء. وزعبهم باي بياكل هو مستحقرها وبيعملها وحش، وفجأة وهو بياكل بيتألم بشدة وبينزل دم من عينيه، وساعتها رجالتها بيهجموا على عصابته وبيقتلوهم كلهم وباي بيموت. والمساعد بتاعه بيخونه بعد اتفاق بينه وبين شاو شينج وبيقعد يتفق معاها على التعاون ضد هوب واي، ولما بيكتشف تشاو اللي هي عملته بيتخانق معاهم لان هو اللي رتب الاتفاق وكده سمعته هتبوظ. لكن يانج لي بيعرفه انه هيعوضه بمبلغ اكبر وبيطلب منه ما يتدخلش في شغلهم عشان ما يتأذيش. وبالليل بتروح شاو شينج الاسام وبتديله تذكرة سفر على باخرة مسافرة الصين وبتطلب منه يمشي من سان فرانسيسكو، وده لانه انضم لعصابة معادية ليها وقريب هتقوم بينهم حرب عصابات كبيرة، وساعتها هي مش هتتردد انها تقتله وما بتحبش انها تعمل كده. فبيطلب منها أسام تسافر معاه لكن بترفض، وبتعرفه انها عملت لنفسها اسم في سان فرانسيسكو ومتحكمة في عصابات كتير ومش هتتخلى عن كل ده عشان ترجع الصين. فبيقول لها أسام انه ندمان انه سابها تتجوز زمان عشان تحميه وكان لازم يدافع عنها وينقذها، وعشان كده هيعوض ده دلوقتي ومش هيسافر من غيرها، وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم الأب جون بيبعت لاوتينج وأسام لمدينة تانية عشان يجيبوا جثة واحد صيني من هناك لأنه عايز يدفنها بنفسه، وفعلا بيروحوا بيجيبوا التابوت وبيرجعوا في عربية سفر وبيكون معاهم أمريكان في العربية وبيكونوا متضايقين إنهم راكبين معاهم وشايفين نفسهم أفضل منهم، وبيبدأوا يتنمروا عليهم لأنهم آسيويين. وفجأة في وسط الطريق العربية بتقف وبيبلغهم السواق إن الليل قرب ولازم يباتوا في الطريق ويتحركوا الصبح، فبينزلوا هم متضايقين وبيقابلوا فندق صغير في الطريق بيباتوا فيه وبياخدوا معاهم التابوت اللي في الجثة وكل ممتلكاتهم عشان محدش يسرقها.
وطول ما هم قاعدين في الفندق واحد من الأمريكان اللي معاهم بيتنمر عليهم وبيضايقهم بالكلام وبيتعامل معاهم على إنهم عبيد وبيضايق منه أسام وبيحاول يهجم عليه، لكن لاوتينج بيمنعه عشان ما يعملوش مشاكل لأصحاب الفندق بعد ما اكتشفوا إن الملك بتاعه صيني. وبعدها الأمريكي بيهاجم لاوتينج وبيضايقه لأنه لاحظ إن لاوتينج أعجب ببنت من اللي بيشتغلوا في الفندق اسمها أونكا وبيحاول يخطفها منه لأنه أقل منه علشان صيني. وساعتها لاوتينج بيحاول يضربه وفجأة بيدخل عليهم عصابة وبيضربوا الأمريكي بالرصاص وبيموت. وبيهجموا على كل الموجودين في الفندق وبيسرقوا كل اللي معاهم لحد ما بيوصلوا للتابوت وبيحاولوا يفتحوه عشان ياخدوا اللي جواه، لكن أسام ولاوتينج بيهجموا عليهم وبتدور بينهم معركة شرسة، لكن بيقدر أسام ولاوتينج يقتلوهم كلهم بالسيوف والرصاص ما عدا الزعيم بتاعهم هارلين بيجري بسرعة قبل ما يتقتل وبيهرب. وساعتها بتحاول صاحبة الفندق تقتله وبتلحقه بالرصاص قبل ما يهرب ويجيب باقي رجالته ويرجع لهم من تاني، لكن ما بتلحقوش. وبعدها كل اللي في الفندق بيتهم أسام ولاوتينج إنهم كانوا هيموتوا بسببهم عشان التابوت وبيطلبوا منهم يفتحوه عشان يعرفوا فيه إيه كانوا هيموتوا عشانه. وساعتها بيفتحوا أسام وبيكتشفوا إن فيه جثة، لكن أسام بيجرح الجثة بالسكينة وبيطلع من جواها كيس فيه ذهب. وبيتصدم لاوتينج لأن الأب جون ما قالوش إن المهمة هي تهريب ذهب. وبعدها بتدخل صاحبة الفندق وبتعرفهم إن هارلين أكيد هيرجع تاني عشان ينتقم من اللي حصل لرجالته وعشان يسرق الذهب ده. وساعتها نزلاء الفندق بيقترحوا إنهم يسيبوا ذهب أسام ولاوتينج في الفندق ويهربوا من الصحراء علشان لما يجي هارلين وعصابته يلاقوا الذهب وياخدوه من غير أي قتال، لكن صاحبة الفندق بتأكد لهم إن الذهب دلوقتي مش هو اللي يهمه وإنه هينتقم لرجالته اللي ماتوا، ده غير إنهم مش هيقدروا يستخبوا في الصحراء لأن هارلين عارف المنطقة كلها وهيلاقيهم بسهولة ويقتلهم، فبيخافوا وما بيعرفوش يعملوا إيه. ولاوتينج وأسام بيقرروا يهربوا هما ويسيبوهم، لكن صاحب الفندق بيهددهم بالسلاح بأنهم لو مشوا وما حربوش معاهم ضد هارلين هيقتلهم، فبيوافق أسام وبيجبر لاوتينج إنهم يقعدوا. وبعدها بنشوف لاوتينج مع أسام وبيعرفوا إنه كان ناوي يهرب ويسيبه طالما هو عايز يحارب معاهم، لكن بيفهموا إنه ملوش أهل أو إخوات وطول عمره بيتمنى يكون ليه أخ يدافع عنه ويقف جنبه وهو دلوقتي بيعتبره أخوه فمستحيل يسيبه ويمشي. وبالليل بيهجم هارلينج ورجالته على الفندق وبيكون أسام في انتظارهم وبيعرض عليهم يديهم الذهب اللي عايزينه ويسيب الناس اللي في الفندق يمشوا بالخيول بتاعتهم، لكن بيرفضوا وبيهجموا عليه بالسلاح فبيدافع أسام عن نفسه وبيضربهم. وكل اللي في الفندق بيكونوا موزعين أماكنهم وبيصوبوا المسدسات ناحيتهم وبتدور بينهم معركة شرسة بالرصاص بيتصاب فيها واحد من النزلاء. وساعتها لاوتينج بيحارب واحد من العصابة وبيضربه لكمات قوية بعنف، لكن بيتصاب وبيقع على الأرض وبيهجم عليه المجرم بالسكينة وبيحاول يقتله. وساعتها بتظهر أونكا وبتهجم عليه من وراه وبتذبحه وبتنقذ لاوتينج، وباقي النزلاء بيقدروا ينتصروا على العصابة مع أسام رغم عددهم الكبير وبيقتلهم كلهم. وتاني يوم بنشوف لاوتينج وأسام وهم مسافرين بالخيول بتاعت العصابة وما بيستنوش العربية اللي هتيجي تاخدهم عشان ما يركبوش مع الأمريكان من تاني لأنهم هينسوا أنهم دفعوا عنهم من بارح وكل اللي هيفتكروه أنهم أسيويين أقل منهم. وتاني يوم بيكون في احتفال كبير في الحي الصيني بسبب وجود عيد عندهم، وبتحتفل عصابة هوب واي مع الصينيين في وسط الشارع والشرطة بتكون موجودة، وفجأة بيحصل انفجار كبير في الحي وبيتصاب الأب جون وست أمريكية موجودة في الاحتفال. وبيشوف الضابط ليه واحد مقنع بيجري بسرعة بعد الانفجار فبيجري وراه لحد ما بيشوفه داخل منطقة عصابة فونج هاي، وبعدها بينقلوا الأب جون للمستشفى. وبيعرف أسام من لاوتينج إن عصابة فونج هاي هم اللي عملوا كده بسبب الماسك اللي كان لابسه واحد من اللي رموا المتفجرات، بس مش عارف السبب اللي خلاهم يعملوا كده لأن مفيش بينهم عداوة. فبيقترح عليه أسام إنهم يروحوا لتشاو وهو أكيد هيبقى عارف التفاصيل. وبعدها بيروحوا لتشاو وبيهددوه عشان يحكي لهم كل اللي حصل وبيعرفهم إن عيلة لونج زي هي اللي حط الخطة وما التزمتش بمعاهدة السلام اللي بينهم. وفي نفس اليوم بيكون أسام ولاوتينج مع بولو وده فرد في عصابة هوب واي عند عصابة فونج هاي في مكانهم وبيهجموا عليهم وبتدور بينهم حرب عنيفة بسبب قوة عصابة فونج هاي والأسلحة اللي معاهم وبيضربوهم لكمات قوية لحد ما بينهاروا كلهم وبيخلصوا عليهم. وبعدها بيبعتوا جثة واحد منهم لعيلة لونج زي عشان يعلنوا عليهم الحرب ويفهموهم انهم عرفوا خطتهم. وفي الوقت ده بيكون ديمون عند بيل في بيته وبيعرفوا ان المدة اللي ادهاله لرد الدين خلصت ولما جابلوش الفلوس هيقتله هو وعيلته، فبيطلب منه بيل يتقابله في الملهى بتاع ليري تاني يوم وهيديه الفلوس هناك. وبعدها بيروح للضابط لي وبيطلب منه يساعده وياخد البندقية بتاعته ويقعد قدام بيته طول الليل يحرس عيلته لحد ما يجيله تاني يوم ولو ما جاش يعرف انه اتقتل.
وتاني يوم بيروح بيل لمكان ليري وبيطلب منه فلوس سلف عشان يديها لديمون، لكن ليري بيرفض لأنه مش ضمنه. وساعتها بيعرفه بيل إن ديمون بيشتغل مع الصينيين، وده لأنه عارف كره ليري للصينيين وإنه هيتدخل ويدافع عنه ضد ديمون. وبعدها بيوصل ديمون وبيديله ليري الفلوس، لكن بيطلب منه يدخل معاه حلبة المصارعة ويحاربه جولتين وهيسيبه يمشي بالفلوس. فبيضطر يوافق ديمون لأنه بيخاف من ليري بسبب قوته، وبتبدأ المصارعة بينهم وبيهجم عليه ليري وبيضربه بعنف شديد بركلات ولكمات قوية لحد ما بيتصاب ديمون وبيقع على الأرض وجسمه كله دم ومنهار من الألم. وساعتها ليري بيدي بيل شاكوش وبيطلب منه يقتله، لأنه لو فضل عايش هيروح للصينيين يعالجوه وهيرجع ينتقم منه. فبيخاف بيل وبيضطر يضربه بالشاكوش كذا ضربة لحد ما بيموت. وتاني يوم بيكون الأب جون قام من الحادثة وبيروح عند لونج زي بعد ما طلب يقابله، وهناك لونج زي بيعتذر له عن اللي حصل وبيعرفه إن عيلته تصرفت من وراه وكسروا الاتفاقية اللي بينهم، وبيطلب منه يعملوا اتفاقية جديدة وهو موافق بكل العقاب اللي يؤمر بيه. فبيوافق جون بشرط إنه يتصرف مع فونج هاي ويخليهم يبعدوا عنه، لكن بعد ما بيمشوا بيفهم لونج زي إن جون هيسيبه لحد ما يبعد عنه عصابة فونج هاي وبعد كده هيقتله، وعشان كده بيروح يستخبى في بيت بعيد عن الحي الصيني هو وعيلته عشان يحموه من غدر جون. وبعدها بيعرف أسام من لاوتينج إن جون بعت بولو للبيت اللي لونج زي مستخبي فيه عشان يقتله هو وعيلته. وساعتها بيجري أسام بسرعة وبيروح للبيت بعد ما عرف عنوانه من أتوي عشان يلحق شاوشينج، وبيوصل بعد ما بولو بيهجم على كل الرجالة اللي بيحرسوهم وبيقتلهم، وساعتها بيخنق شاوشينج لحد ما بيغمى عليها فبيمنعه أسام يقتلها، وبيطلب منه يقتل لونج زي ويسيبها، لكن بولو بيرفض وبيعرفه إن جون أمر بقتلهم هما الاتنين. فبيهجم عليه أسام وبيضربه وبيعرفه إنه لازم يقتله الأول علشان يقدر يقتل شاوشينج، وبتدور بينهم معركة شرسة بسبب قوتهم هما الاتنين لدرجة إن مفيش حد فيهم بيقدر يخلص على التاني رغم إصابتهم الكبيرة. وساعتها بيتضايق بولو من هجوم أسام عليه، خصوصا إنه بيكرهه بسبب تفضيل لاوتينج عليه، وبيحاول يقتله بمسمار معاه وما بيفرقش جيبه، لكن فجأة بتفوق شاوشينج وبتهجم على بولو من ورا وبتذبحه بالسكينة. وساعتها بتطلب من أسام يهرب بسرعة، وبعدها بتطلع لجوزها لونج زي وبتقتله عشان تثبت للناس إن بولو قتله ومحدش يشك في أسام، وكمان عشان تاخد مكان لونج زي وتكون زعيمة العصابة. وتاني يوم الحي الصيني كله بيشوف بولو وهو متعلق في الشارع، وساعتها بتعرف عصابة هوب واي إن شاوشينج بتعلن عليهم الحرب، فبيتضايقوا وبيستعدوا، وكل عصابة منهم بتجهز أسلحتها وبيهجموا على بعض في وسط الحي. وفي نفس الوقت بيكون بيل في الملهى الليلي وبيجيله واحد وبيعرفه إنه من بلد الضابط ليه، وإنه مطلوب في جورجيا في جريمة قتل شخصين وحاطين مكافأة كبيرة للي هيسلمه للشرطة، فبيطلب منه يساعده ويسلمه له مقابل إنهم يقسموا المكافأة. وبعدها بنشوف بيل في بيت لي وبيفهمه إنه عرف بجريمة القتل اللي هربان منها وبيسأله عن القصة، فبيحكي له ليه إنه هو صغير كان عايش في المزرعة بتاعتهم مع أهله وجالهم عبيد أحرار من الجنوب يشتغلوا عندهم وتربى معاهم وكانوا أكتر من إخواته، لكن في واحدة منهم كانت حبيبته، وفي يوم بيهجم عليها اتنين من قرايبه وبيعتدوا عليها وبيقتلوها، وساعتها بيهجم عليهم لي وبيقتلهم انتقاما ليها وبيدفنها ويهرب. واضطر لما يجي سان فرانسيسكو يخفي هويته تماما عشان يقدر يعيش ويشتغل ضابط. وفجأة بيدخل عليهم الشخص اللي متفق مع بيل على تسليم لي ومعه ثلاثة من رجالة الشرطة معهم مسدسات علشان يقبضوا على لي، فبيخاف لي وبيمسك سكينة عشان يدافع عن نفسه، لكن ساعتها بيتدخل بيل وبيؤمر رجالة الشرطة يمسكوا الشخص ويضربوه، وبيقع على الأرض من الألم وبيهددوا بيل إنه لو ما طلعش من المدينة هيقتله. وبيعرف لي إنه كان جاي يسمع قصته ولو كان اكتشف إنه مجرم كان هيسلمه وياخد الفلوس، لكن الحقيقة إنه بطل وكان بينتقم لحبيبته. وفي الوقت ده بتكون المعركة بين هوب واي ولونج زي مستمرة، وبيقتلوا بعض بالأسلحة واللكمات، وبسبب قوة العصابتين ومهارتهم في القتال بيموت 11 واحد من العصابتين، فبتنسحب لونج زي قبل ما يخسروا رجالة أكتر. وساعتها بيتوسط رجل أعمال صيني بينهم وبيجمعهم مع بعض وبيقترح حل وسط بينهم يعملوا معركة بين راجلين من كل عصابة عشان ما يخسروش عدد رجالة أكبر، ولو هوب واي كسبت هتستمر في تجارة الأفيون ومعاهدة السلام اللي بينها وبين لونج زي هتستمر الخمس سنين كمان، لكن لو لونج زي كسبت هيسمح لهم يتاجروا في الأفيون في منطقة تانية غير الحي الصيني. فبيوافقوا الاتنين على الاتفاقية، ورغم رفض لاوتينج إلا إن جون بيقنعه إن الاتفاقية دي هتديهم وقت لحد ما شاوشينج تغلط وتظهر نقطة ضعفها، وساعتها ينتصروا عليهم ويتخلصوا من العصابة كلها. وفي نفس الوقت بتكون الشرطة بتحقق في المعركة اللي حصلت في الحي الصيني وبيكشفوا على الجثث اللي موجودة في الشارع، وبعدها بيوصل السيناتور لمكان الجريمة وبيأمرهم بزيادة عدد ضباط الشرطة الموجودين في الحي،
وبيقترح عليها فرض قانون الاستعباد اللي هيخرج الصينيين من سان فرانسيسكو للأبد. وبعدها بنشوف أتوي وهي بتتفق مع شريكها باترسون الأمريكي علشان يشتري أرض من رجال أعمال أمريكيين لكن باسمه هو، لأنه ممنوع الصينيين يكون عندهم أملاك في سان فرانسيسكو. وتاني يوم بيبلغها أنهم عرفوا بالشراكة اللي بينهم وطالبين $5,000 رشوة، وإلا هيبلغوا الشرطة، وساعتها هتخسر كل أملاكها وهيتقبض عليها. فبتبلغوا أنها موافقة تدفع الفلوس بس بشرط أن البيعة تتم وتشتري الأرض. وبالليل بنشوف باترسون مع رجال الأعمال وبيدفع لهم الفلوس بعد ما اشترى منهم الأرض، وفجأة بتدخل عليهم أتوي وبتذبحهم هما الاتنين، وبتهدي باترسون وبتعرفوا انها بتاخد حقها وبتحمي الشراكة اللي بينهم، وبتهدده لو قال لحد اللي حصل ساعتها هتقتله. وفي الوقت ده بيكون أسام داخل البيت وبيتفاجئ بمجموعة رجالة لابسين ماسكات وبيهجموا عليه، فبيحاول يصد ضرباتهم ويحاربهم بقوة، وقامت حرب شرسة بينهم لحد ما بينتصر عليهم وبينهاروا وبيقعوا على الأرض. وساعتها بيدخل جون ورجالته وبيقول جون لأسام إن العصابة دي تبعه، وإنه كان عمل له اختبار عشان يعرف هيكون قد المعركة قدام لي يانج ولا لأ، لأن شرفهم وانتصارهم واقف عليه. وبعدها بيخرج أسام من البيت وبيلاقي شاو شينج قدامه وبتطلب منه يعتذر وما يدخلش المعركة لأن لي يانج هيقتله، فبيعرفها إنه عايز يحميها ويدافع عنها، لكن هي بتفهمه إنها مش محتاجاه، ودلوقتي بقت زعيمة عصابة يانج زي بعد موت الزعيم بتاعهم، وهي اللي هتسيطر على كل حاجة خصوصا بعد ما يهزمه هوب واي. فبيعرفها إنه هيدخل المعركة وهيكسب وهيثبت لها إنه يقدر يحميها، فبتسيبه وتمشي، وهي بتبلغه إنها مش هتقدر تحميه المرة دي وبتودعه لإنها متأكدة إن لي يانج هيقتله. وتاني يوم بيجي معاد المصارعة بين أسام ولي يانج قدام الحي الصيني كله وفي حضور كل العصابات الصينية والشرطة، وبتبدأ المعركة بينهم وكل الموجودين بيشجعوهم علشان قوتهم وبيظهروا كل مهارتهم في القتال لحد ما بيتصابوا هما الاتنين في كل جسمهم، لكن أسام بيكون متفوق على لي يانج وبيفضل يضربه لحد ما بينهار وبيقع على الأرض، وكل الناس بتشجعه وبيحاول يسحب الحزام اللي لابسه يانج زي عشان يعلن فوزه، لكن فجأة بيقوم لي يانج وبيستعيد قوته وبيهجم عليه بعنف وبيفضل يضرب فيه لحد ما جسمه كله بيتكسر وبيقع وما بيقدرش يتحرك. وبعدها بياخد يانج زي الإذن من شاو شينج عشان يقتله، فبتوافق، وساعتها بيحاول يكسر رقبته لكن بيل بيمنعه وبيضرب رصاصة في الهواء، فكله بيخاف وبيتفضل الاحتفال بفوز لي يانج. وبعدها بنشوف جون وهو بيبلغ لاوتينج بأنهم لازم ينفذوا الاتفاق ويسمحوا لعيلة يانج زي أنهم يتاجروا في الأفيون زي ما اتفقوا، وبيعرفوا أن أسام ما بقاش معاهم لأنه كان السبب في خسارتهم. وفي الوقت ده بتكون شاو شينج بتحتفل بانتصارها وبيعلن لي يانج انها بقت زعيمة عيلة يانج زي بعد ما الزعيم مات، ولكن واحد من افراد العيلة بيعترض وبيرفض تكون زعيمتهم واحدة ست، فبتتضايق من كلامه وبتضربه بالرصاص قدام كل الموجودين وبتعرفهم انها مش هتسمح لحد يقلل منها او من قراراتها. وفي نفس الوقت بيكون أسام في بيت أتوي بيتعالج هناك، وحالته الصحية وحشة جدا ومصاب في جسمه كله ومش شايف بعينه من كتر الألم اللي فيها، وبيشوف خيالات لأخته شاو شينج وهي صغيرة وبيفتكر علاقتهم زمان وقد إيه كانت بتحبه وبتخاف عليه، حتى إنها جابت له المعلم اللي دربه على الكونغ فو عشان يكون أقوى ويقدر يحارب أي حد يضايقه. وبيرجع للحاضر وبيجي لاوتينج يزوره وبيعرفه إنه ما بقاش معاهم في العصابة ومش مسموح له ينضم لأي عصابة تانية وإلا هيتقتل، وإن دي آخر مرة هيتكلم معاه فيها لأن جون منعه يقرب منه. وتاني يوم بيكون بيل ولي عند تشاو وبيسألوه عن أي حد اشترى منه سيوف في الفترة الأخيرة، فبيعرفهم إنه ما بيبيعش السيوف ومش هيقدر يساعدهم لأنه ما يعرفش مين القاتل اللي سبب الجرائم اللي حصلت في الفترة الأخيرة للأمريكان. وساعتها بيهددوا بيل إنه لو ما ساعدوش هيقبض عليه بتهم تجارة السلاح، فبيتضايق منه تشاو وبيفهمه إنه عارف قصة قتله لديمون وما يقدرش يهدده وإلا هيتقبض عليهم هما الاتنين. وبعدها بيكون بيل ولي واقفين في الحي الصيني وبيحاولوا يوصلوا لأي معلومات تدلهم على القاتل لكن ما بيعرفوش، فبيمشي بيل وبيسيب لي لوحده، وفجأة بيهجم عليه ثلاثة من رجالة فونج هاي وبيضربوه، فبيقدر لي يضرب اتنين منهم ويحاربهم بعصاية خشب معاه لحد ما بينتصر عليهم وبيقعوا على الأرض مغمى عليهم، لكن التالت بيكون أقوى منه وبيهجم عليه وبيضربه بعنف لحد ما بينهار لي وبيقع مغمى عليه. وبعدها بنلاقي أسام مع مجموعة من الصينيين بيشتغلوا عمال باليومية وبيقفوا كل يوم في الساحة يستنوا الشغل، وفي يوم بيقابلوا تشاو وبيعرفوا إنه بقاله فترة بيدور عليه وإنه ما يستاهلش تكون دي نهايته، لكن أسام بيفهمه إنه مجرد صيني بسيط جاي يشتغل ويقبض فلوس وما بقاش ليه مكان وسطهم، فبيطلب منه تشاو يكون موجود في نفس المكان بكرة عشان جايب له شغل،
وتاني يوم بيظهر أسام في الساحة وبيتفاجئ بلاوتينج ومعاه رجالة من هوب واي، وبيطلب منه يرجع العصابة من تاني لأن جون بعد الحادثة بتاعته اتغير ووافق على تقسيم تجارة الأفيون بينه وبين شاوشينج ولازم يكون معاهم عشان يساعدهم، لكن أسام بيرفض وبيعرفوا أنهم اتخلوا عنه بعد ما كان هيموت علشانهم ومستحيل يرجع لهم من تاني، وبيسيبهم وبيروح لتشاو اللي واقف مستنيه وبيسأله عن الشغل اللي قاله عليه، وساعتها تشاو بيفهمه انه محارب ولازم يعرف قيمة نفسه لان شغل العمال ده هيخليه عبد طول عمره، لكن أسام بيرفض يسمعه وبيطلب منه الشغل، فبيركبوا تشاو عربية مليانة بالعمال ورايحين يشتغلوا في مبنى السكة الحديد. وفي نفس الوقت بيكون بيل قاعد في المستشفى مع ليه وبنعرف ان بقاله اسبوع في غيبوبة، وساعتها بيل بيحس بالذنب لان عصابة فونج هاي هجمته بسببه لان عليه فلوس ليهم، فبيقرر يروح لمكانهم وبيطلب يقابل الزعيم بتاعهم وبيصوب ناحيته المسدس وبيهدده انه لو قرب له تاني هيقتله، لكن الزعيم بيهجم عليه وبياخد منه المسدس وبيعرفه ان دي كانت رسالة ليه عشان يجيله لانه عايزه يشتغل معاهم. وبعدها بيعرف ليري ان ميرسر ابو بيني بعد ما كسب المناقصة وبقى مسؤول عن اعمال السكة الحديد شغل عمال صينيين مش ايرلنديين، فبيهجم عليه في مكتبه وبيهدده انه لو ما رفضهمش هيقتله، بس ميرسر بيعرفه ان باكلي مساعد المحافظ هو اللي اجبره يعمل كده، فبيسيبه ليري وبيروح لباكلي وبيهدده بالسكينة انه لو ما انسحبش من المناقصة دي ورفض شغل الصينيين هيقتله. وتاني يوم بيروح ليري المبنى السكة الحديد اللي بيشتغل فيه العمال الصينيين ومن ضمنهم أسام، وبيهجم على العمال وبيضربهم وكمان رجالته بيكسروا ايديهم بالشاكوش عشان ما يقدروش يشتغلوا تاني، وبيهجم على ميرسر عشان يقتله، لكن ميرسر من الخوف بيجيله سكتة قلبية وبيموت. وساعتها بيتدخل أسام لأنه ما بيستحملش يشوف الظلم وبيهاجم رجالة ليري وبيضربهم، وبتدور حرب شرسة بينهم لحد ما بيقدر يضربهم كلهم بعنف وبيتغلب عليهم، وساعتها بيواجه ليري وبيهجموا على بعض، وبيتصدم أسام من قوة ليري لأنه بيقدر يتصدى لكمات قوية منه وهو لسه بيستعد للمعركة بينهم، وفجأة بتهجم الشرطة عليهم فبيهربوا هما الاتنين بوعد إنهم هيتقابلوا تاني عشان يصفوا حسابهم مع بعض. وبعدها بنشوف أسام عند أتوي وبيشكرها على اللي عملته معاه بعد معركته مع لي يانج، وبيجيب لها 2 من رجالة ليري عشان تنتقم منهم بسبب اللي عملوه في الصينيين، وبيعرفها انه من دلوقتي هيساعدها عشان يحاربوا الظلم اللي بيتعرض له كل صيني في مدينة سان فرانسيسكو. وفي نفس الوقت بنشوف بيل وهو عند واحد من المديونين لعصابة فونج هاي وبياخد منه فلوس وبيهدده انه لو ما سددش الباقي في خلال اسبوع هيقتله، وبيتصرف بنفس طريقة ديمون وبيستخدم كلامه في التهديد وده لانه وافق على الشغل معاهم. وتاني يوم بنشوف أسام وهو بيجهز نفسه وبيلبس بدلته وبياخد اسلحته وبينضم لعصابة هوب واي من تاني عشان يكون واحد منهم. وانتهى الموسم الاول من المسلسل، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الافلام يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية فيلم في المريخ بلس علشان هتلاقوا عليها افلام من الاخر جاية من المريخ عليك على طول، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، اشترك وسيب الباقي علينا.